13 من 15. التضامن عم يتقدم بفرق نقطة. جو عبد النور بياخذ تسديدة بالمسافة المتوسطة وبسجل نقطة الرابعة. بيطلع الفاست بريك. وائل عم يخترق. حلوة كثير، حلوة كثير هالفينش يا عرقجي. اثنين ب 8.5 اسيست بالجيم الواحد عم يمرر لمين؟ لجوناثان هولتون والتمريرة. عبد النور بيطلع الطابة لبرا عند برانكوس فاتكوفيتش اللي بياخذ تسديدة ثلاثية الملعب حافظه. برانكوس فاتكوفيتش للحيدر، امينو تحت السلة، باسكت ان كمان لإيلادي امين. مرر له اياها لأوربن موريس، الفهد وعلي فخر الدين عم يستعين فيهم المدرب بول كافتر بوقت أوربن موريس. روني فهد ذكي التمريرة يا فهد. أوربن موريس تسديدة ثلاثية بسجل الثانية له بالمباراة. عرقجي وقت اسماعيل بياخذ التسديدة الثلاثية وبسجل السمعة. نقطة الخامسة اسماعيل أحمد كمان بيعمل فيك، بيروح على السلة بمرر لعلي حيدر، وعلي حيدر بسجل. بالفعل هاللاعب يعني لما يكون على أرض الملعب فريق الرياضي يكون بوضع جيد جدا. وأوربن موريس أوربن موريس تسديدة ثلاثية، لا 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 ما معقول. وهون كمان ستيفن موريس كامبي اللي بيروح على السلة. اي لاف ذيس جيم. اوفنسيف ريباوند والعراقجي بيروح بالفاست بريك. دفاع ممتاز من جد خليل والعراقجي. جد خليل الريباوند لمين؟ الريباوند بيروح لصالح الرياضة واسماعيل احمد. كوارتر بلال طبارة بسدد على الارك وبسجل الطبارة. وائل كمان على السلة، حلوة كتير يا وائل، حلوة كتير يا عرق. جاد لأوربن موريس يعني بياخد تسديدة ثلاثية ما مع أسوني. ديفانس اسماعيل أحمد بينقل الطابة لصالح جون عبد النور. جون بيخترق لحيول يمرر بروحه ولا يسجل. اسماعيل أحمد ريباوند تمريرة والعراجي. اي لاف ذيس جيم. روني رح يكون الشوتينج جارد على البوزيشن 2 رح يلعب. بياخذ التسديد الثلاثية بسجل بعدني. وهو اللي عم يطلق الهجمات بوقت برانكوس فاتكوفيتش. طلع من أوربن موريس يلي بيطلع الطابة وصلوا يلا موريس كامب. موريس كامب بسجل بطريقة استعراضية نقطة ال 11. جام ما بينجح بالمحاولة. ريفوند لعلي حيدر باسكت إلا الحيدر. بريس من لاعبي فريق التضامن. أمير سعود بمر لأمير. اي لاف ذيس جيم. ما معقول قد ايه حلوة. اسماعيل أحمد لأمير سعود بيمرق على البيس لاين وبسجل الأمير. أمينو يلعب على السلة أمينو وبسجل. موريس كامب تسديدة بسجل هالمرة عن الارك. عم يمرر لجو عبد النور اللي عنده بعد ثلاث ثواني. اسماعيل بيعمل فايد اواي وبيد. جوي زلعوم عم يمرر لعلي حيدر يلي بسجل نقطة ال 11 تحت السلة. اي لاف ذيس جيم.